عندنا فقرات كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم النهارده في المحترف، كمان عندنا الصحف العالمية قالت ايه مع حضراتكم في المحترف. يلا نبدأ جولتنا في الصحافة الإسبانية وبالتحديد صحيفة ماركا الإسبانية اللي اهتمت طبعا بفوز برشلونة على ليفانتي 3-0 في الدوري الإسباني وتألق العديد والقائد أو اللاعب العائد من الإصابة أنسو فاتي، وكتبت أنسو فاتي من الجيد أن تعود. يعني طبعا كمان اهتمت الصحيفة باللقاءات طبعا الأحد في الدوري الأسباني اللي شهدت فوز ريال سوسيداد 1-0 على إلتشي، وطبعا فاليكانو 3-1 على قادش. أكيد لسه طبعا معانا في أسبانيا صحيفة سبورت الأسبانية، كمان هذه الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة. حضراتكم عارفين يمكن في تعثر لبرشلونة خلال الجولتين اللي قبل اللي فاتوا، لكن بيفوز على ليفانتي 3-0 في الدوري الاسباني. احتفلت الجريده ديت كمان بعوده النجم الشاب زي ما اتكلمنا أنسو فاتي بعد غياب طويل بسبب الاصابه وتسجيله للهدف الثالث في اللقاء، وكتبت أنسو وهذا الفوز ينقذ رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه. لسه في اسبانيا مع صحيفه إيس الأسبانية تحدثت عن النجم البلجيكي إيدن هازارد وموقفه في ريال مدريد، وكتبت هازارد يطالب بمكانه في التشكيل. حضرتكم عارفين إن غياب يمكن هازارد على التشكيلة في مدريد بتسبب له بعض القلق، والجريدة بتقول إن طبعا هازارد بيطالب بمكانه في التشكيلة الرئيسية في ريال مدريد. طيب نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا، تحديدا في انجلترا في جريده ذا صن البريطانيه اللي اهتمت اكيد بخساره توتنهام امام ارسنال 3-1 في ديربي لندن طبعا في اطار مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز، وقالت الممتاز يعني قالت ان نانو سانتو طبعا ده المدير الفني لفريق توتنهام، وهزيمه يعني غير متوقعه طبعا بسبب رجوع الارسنال بقوه في هذه المباراه. هنسيب انجلترا ونروح على ايطاليا، تحديدا جريده لا جازيتا ديلو سبورت الايطاليه اللي ركزت اكيد على الصراع يعني القادم في الدوري الايطالي وعوده الانديه التقليديه بقوه. تحدثت عن اهميه ذلك في تاريخ طبعا المواهب يعني المنتخب الايطالي، تحدثت بالتفصيل عن فوز نابولي على كالياري 2-0 في الدوري الايطالي وعوده الصداره لنابولي. كمان الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس الثاني على التوالي طبعا وجاء على حساب سامدوريا، وكتبت أليجري ولكن ليس كثيرا، طبعا إشارة منها أن لسه أليجري تحت الضغوط وأن هذا الفوز لا يشفع بشكل كبير لأداء اليوفنتوس مع المدير الفني الكبير أليجري. لسه في إيطاليا مع كوريري ديل سبورت الإيطالية اللي طبعا اهتمت تاني بفوز نابولي على كالياري 2-0 في الدوري الإيطالي وعودته للصدارة، وكتبت نابولي أرض أوسمان. طبعا يعني زي ما بقول لحضراتكم كل الدوريات مشتعلة، بنقول إن الدوري الإيطالي ما زال الدوري الإيطالي يعني رغم خروج طبعا رونالدو ورحيله عن اليوفنتوس، لكن يبقى الدوري الإيطالي وخاصة كل الناس بدأت تبص للدوري الإيطالي بعد فوز المنتخب الإيطالي بدوري أو ببطولة يورو 2020. هنتابع مع حضراتكم، لسه عندنا فقرات كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم، عندنا الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي، وكمان عندنا ريفيو عندنا كده يعني مقدمة للجولة الثانية من التشامبيونز ليج. التشامبيونز ليج طبعا الجولة الثانية هتبدأ بكرة، مباريات على أعلى مستوى، نهائي مبكر باريس سان جيرمان مع المان سيتي، كل ده هنا مع المحترف.